توقعاتك مين هيكسب الماتش النهارده بين الاهلي والمصري وليه؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب. الاهلي فريق كبير يعني، اي فريق بينزل قدامه بيبقى كده كده عنده وهبه، فطبيعي ان هو يعني هيبقى ماتش حلو يعني. ان شاء الله 2-1 الاهلي. المصري من المصري على طول كعبه عليه على الاهلي. الاهلي باذن الله، لانه باذن الله اقوى من المصري طبعا. ان شاء الله الاهلي يكسب، ان شاء الله 2-0 الاهلي. ان شاء الله الاهلي مش هيسيب الدوري. ان شاء الله المصري 2-1. ان شاء الله الاهلي هو اللي هيكسب النهارده، عشان الاهلي عنده فريق كويس وفريق 100-100 واحسن من اي نادي في مصر. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله، لان الطبيعي ان الاهلي يكسب والطبيعي ان الاهلي ياخد الدوري، ده اللي احنا اتعودنا عليه.